قالوا ناس بكري ما تخالط ما تقول أنا غلط، ما تعاشر النحل ما تشكي من سعاته، أحكي سرك للغريب حتى وإذا ما حافظش عليه ينشره بعيد على دوارك، ولا تحكي سرك للقريب كي ينشره يجيب لك العيب الباب دارك، زيد النساء في السترة والراجل يتقاس بالهدرة، وما تحكمش على الناس بالنظرة، تحب تشرب الماء الصافي شوف ما جراه، ولا حبيت تحكم الغزال تبع أخطاه، وعمرك لا تقول كلام وما تعرف معناه، لازمك كلام موزون وزيد ثبت معاه، عيب النفس في كثرة الخطايا، وعيب العين من قلة النوم، وعيب العقل في موت الخلايا، وعيب القلب دسان الهموم، وعيب الروح في الخبت النوايا، سامح واضحك للدنيا تضحك ليك، وما تكحلش قلبك خليه زاهب نفحاته، كون مولا خير في الدنيا ربي يعطيك راحة للبال ولسان زين بكلماته، اقنع واش اعطاك المولى بزاف عليك، وقبلك شحال دنيا شقاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حبيبة قلبي، إن شاء الله الفيديو تاعي تاع نهار اليوم يلقاكم كاع منورين في بيوتكم. حبيباتي سمحوا لي على الغيبة اللي طولت عليكم، الله غالب كانت عندي ظروف، والحمد لله راني عاودت رجعت لكم فيديو من فيديوهاتي كما عودتكم على روتيناتي. حبيبة قلبي كما راكم تشوفوا معايا كانت هذه هي القهوة تاعي تاع نهار اليوم، بغيت نقاسمها معاكم على هذا الشكل، زعما بغيت نحني قلبي عليكم باش هكاك ما تزعفوش عليا، على بالي بلي طولت عليكم شوية مي الله غالب سامحوني وليكم كل الشكر إن شاء الله. اليوم راح نتقاسم معاكم هذا الروتين، روتين بيتي عادي كما العادة، بغيت نتقاسم معاكم هذا القش كيفاش نطبقوه وكيفاش نستفوه باش هكاك ما ياخدناش بلاص بزاف لزعموغ تاعنا، وزيد تاني بطريقة زعما باش تخلي الكسوة تاعنا منظمة وما تحتاجيش باش ديري لها اغو باساج. هي كاينين شي صوالح اللي بالصفة لينا خاصنا نديروهم الحديد صديق نحدوهم ولا نديرولهم غو باساج، وكاين اللي مقدو زعما نستغنو على الغو باساج. انا ديما نبدا بهذا التطبيق كيما هكا لكم تشوفوا فيها الطريقه راها واضحه في الشاشه، زعما كاين غير سهله غير تبعوا الخطوات، وكيما شفتوا كل حاجه وعندها طريقه كيفاش تطويها، ماشي كاع الطي يتشابه وماشي كاع الطي صديق يكون كيف بعضياته، التركويات الطوال مع ليمون شيتو كل واحد وكيفاه. وكاين تاني الحجم، هي شوفي انت على حساب لارموار تاعك كيفاش تكون، الا كانت عريضه تبارك الله طبقي كيما يقول لك خاطرك، بصح الا كان عندك ارموار تكون ولا خزانه تكون صغيره عاد الطريقه ولا اسهل ولا اروع ولا انظم منها صراحة. هنا نوريكم باللي كاينه واحد العفسه باش تقدي تقلع هذاك الشعر وهذاك اللي يبقى لاصق، القطن اللي يبقى لاصق في الباس اللي يكون جاي شويه مقطن. كاينين هاد اللي كيقولوا له اللي تقلع فريمون صراحة ما شاء الله تقلع كاع هذاك الزايد كاع داك الشعر في القش تاعك، هذه تحتاجيها بزاف بزاف باسكو سورتو لي بونطالون ولا لي فيست ولا وسورتو في الحاجه الكحله اللي تبان بزاف في هذاك الغبار ولا هذاك الشعر اللي يكون لاصق، ولا ميم دي فوا راكم عارفين كي تتخلط القشيتو راه يبقى يطلق لك هذاك الشعر. شوفوا كيفاش كانت نقيه وعاود رجعت، ومن بعد كي نبغي نقلع ما هذه انا دروك كي نحبس ما شقاش نعاود نقلعها ونقيس هذاك الورقه، لا نخليها كيما راها ونعاود نرجعها لبلاصتها، وكي نهار اللي نستحقها عاد كينا نحلها ونقلع لها هذيك الورقه الفوقانيه. هذه غير طريقه بغيت نتقاسمها معكم، كاين اللي يعرفها وكاين اللي ما يعرفهاش، زعما المعرفه مليحه الواحد يزيد معرفه. اما لي بونطالون كيما راكم تشوفوا السراويل تاني كيف كيف باش ما يبقوش يطيروا في لاغموار، وسورتو الا كان انا كيما انا دروك ولادي راهم يجبدوا وحدهم ماناش نروح نجبد لهم ايتو، الوغ باش ما يبقوش كل ساعه ساعه يخربشوا لي لاغموار تاعي، كاين طرق باش تطبقي القش تاعك وهكاك مي كي يعاودوا يجبدوا ما يتخسرلكش هذيك التطبيقه ويبقى كيما هو. هذه هي الطريقه تاع السراويل، شوفوا كيفاش راهي واضحه في الصوره، زعما غير تبعوها وسيوها، واللي ما قدش تعرف بالهضره ايتو راني نزرب عليكم تحبس دير بوز و
وتحبس وتروح بالعقل وتعاود تولي راكم عارفين ما ضيعكم والو. وهذه هي الطريقه باش تاني لي سيرفيت كيف ما نديرش كل صديق الفيستر نطبقها وحدها والسروال وحده لا، خاطرش من بعد انا قلت لكم اولادي راهم يجبدوا وحدهم دروك، خاص كلشي يكون منظم في بلاصته. انا هنا وريت لكم هاد العفايز كاع باسكو كان عندي زوج مواشين درتهم ودرت زوج تاع لي ساشلانج وحب وباش هكاك طبقت وخويت الطابله تاعي كاع في خطره وروحت للصاله باش هكاك ما تجينيش ديك الغمه وديك القنطه تاع القش خاطرش راهي غم. ومن بعد درت لا تيلي تاعي قدامي وشعلتها ونتفرج او ميم طون نضيع وقت وما نبقاش كارها في التطبيق. هذيك كوسيله كتدبيره باش الواحد ما يكرهش، باسكو يجينا واحد الوقت وين تتكركر علينا القش ونديرو ماشينا وزوج ولا ثلاثه باش زعما نغافسو في الوقت ونلحقو الوقت اللي ضاع عندنا. وبصح كي تجي في التطبيق راها صعيبه 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 بزاف، خاطرش كلش راه ساهل ما غير التطبيق هو اللي صعيب بزاف دروك، خاطرش الماشينه كاينه اللي تغسل كاينه. بكري كنا خمو في كلش، مي دروك ها كي سهلها علينا ربي كل خطره زعماك ضلوا نشتكو. الحمد لله على كل حال ربي كتر الخير، واللي ما عندهش ماشينه ان شاء الله ربي يرزقه بماشينه ويرزقه من غير بكل شيء يطلبه ان شاء الله يا ربي. وهذه هي الطريقه تاع لي سيرفيت كما راكم تشوفوا، سورتو اللي عندهم دي كابوش هكاك ما طلت تغبني في روحك، ما طلت تخسر لك التطبيقات تاعك. وهكا كما قلت لكم كل بلاصه وكل ارموار وكل وحده عندها التطبيقات تاعها. انا عطيتكم الافكار وانتم دبروا لسانكم، شفتوا الطرق كيفاش، وكاين فيديو واحد اخر ديجا سبق لي شحال من خطره وحطيت لكم كيفاش نطبق القش تاعي وكل خطره كيفاش تاني نبدل الطريقه. أمالة نتوما تبعوا رواحكم ولاغموار تاعكم تاني وهكاك تعرفوا كيفاش تطفوا القش تاعكم. ودا الوقت كيما راكم تشوفوا انا غادي ندير فطور خفيف ظريف. انا صراحه نبغي الفطور يكون ساهل يكون خفيف، ما نضرش نتعب روحي ونشقى فيه تو هكاك، خاطرش الشقه تاع الصباح ولا تبغيتي تخرجي ولا راكي تقعدي لاصقه في الكوزينه ولا لاصقه في الدار، ايوا يفوت عليك النهار وضاع لك نهارك بوغيان ديتو. اما لا انا غادي ندير لهم هاد الكغاتون اللي يجي بزاف بنين بنين بنين. لي بات تاعك عمرك ما طيبيهم بزاف، سورتو الا كان باغي تعاودي تدخليهم للفوق، ديروهم مواتي تاع طياب، هذا ما كان نص طياب، وملحوهم بيا باه ما يجوكمش ثاني سنتيم. وجدت لاصوص بيشاميل، هي ساهله لاصوص بيشاميل كيما قلت لكم سهله بزاف في الطياب تاعها. كي تبغوا ديروها غراتان ديروها خفيفه، ولا بغيتي ديروها غير من الفوق ولا تقلوها شويه، لكن لي بات لابد لاصوص بيشاميل تجي خفيفه بزاف. انا هنا ما خليت لكمش الطريقه نيشان، راح نخلي لكم المقادير في صندوق الوصف، وكاين ثاني شعمل فيديو انا حطيت لاصوص بيشاميل كيفاش نطيبها وسيرتو هذه الخفيفه. وجدت ثاني عقده تاع لا فيون داشي اللي طيبتها بالثاني بشويه تاع شويه ثوم غبره شويه ثاني تاع بصله غبره، درت فيها ورقه الرند وزعتر وجوز الطيب وملح فلفل اسود وزعما وشويه سكر والطوماطيس كونسونطري. هذا ما كان، دوك نخلي لكم المقادير كل شيء في صندوق الوصف باش هكاك تعرفوا كيفاش، راه طيابها سهله كلش ديروا فيه خطره وطيبوا لاصوص تاعكم. تبغوا ديروها بالكفته، تبغوا ديروها بليزيسكالوب، تبغوا ديروها مام بالحوت كيما بغيتوا نتوما. هذا الشيء يولي ليكم حتى بلي كروفيت ولا بالبواسون بلون، يعني راه تجيب بنينه بزاف. خلوا الطريقه كيما هي غير بدلوا اللحم ولا بدلوا ديروا بواسون ولا بولي، هذا ما كان. درت الفرماج تاعي كيما راكم شفتوا الطبقات، لابد الفرماج تاعكم تحطوه قبل عاده كي تحطوا لاصوص بيشاميل باش هذاك الفرماج تاعكم من الفوق ما يجيش ناشف وما يجيش يابس. دخلتها للفوق افون باش وتولي تاني هكاك تعطيني هاد الحموريه وما نخليهاش حتى تنشف بزاف، باسكو هنا كل شيء راه طايب تما غير باش تعطيني هاد الحموريه من الفوق ومن بعد نرجعها نقلعها من الفوق تاعي. كما قلت لكم شوفوا كيفاش تجي خفيفه وتجي تاني ماشي ناشفه، عليها نديروا هذيك لاصوص بيشاميل خفيفه بزاف باش ما تجيش لي بات تاعكم ناشفين. والتاني لي بات ما طيبناهوش بزاف باسكو راح يزيدوا شويه طياب في الفوق، هذيك هي تجي سوا سوا في المذاق. شاهدكم في الجنه ان شاء الله على هذا البلا الخفيف الظريف ويجي بنين بنين بنين. ديروا له غير الزعتر وشوفوا ديك البنه اللي غادي تخرج منها ما شاء الله. بعد الفطور كما شفتوا الخرجه برا
ايوه اليوم كاين السمش مع النويوه، شاكم تشوفوا هذا هو قوس قزح، بغيت نقسمه معاكم. خرجت وشفته قدامي، انا كي نشوف قوس قزح نولي كيفه كيما الالوان تاعه. والحمد لله على كل حال، ربي يعطينا واحد النعمه اللي فريمون دائما نخرجوا منها ديك الطاقه تاعنا الايجابيه ونعيشوا بها ونكملوا حياتنا به ما كان. روحت ضربت طاوله في نوز، كانوا جايبين صوالح بزاف والمواعين ما شاء الله. انا عجبتني هاد الطاوله بصح عاود خمنت بلي عندي المواعين خير الله غير ما كان له. اللي بغاها راها كاينه في نوز، دير غير 8 يورو، ماشي غاليه بزاف، فريمون لا كاليتي شابه بزاف. راهم جايبين المواعين شنو نقول لكم ما شاء الله. والثاني شوفوا كيما هاد الكراسه، واحد لي كولور تاني ما شاء الله، لي طابوغي، الكيسان، الطباسه، شوفوا من كل نوع. حاجه اللي مليحه في نوس كو يجيبوا حاجه تاع لا كاليتي، وبصح يجيبوها فريمون ببري رخيص بزاف. وانتي وزهرك واش لقيتو؟ زعما اللي عنده نوز حداه غير يروح يضرب طله. انا بزاف مواعيني كنت نشريهم من نوز، ونلقاهم في دي باغازان كبار يبيعوا المواعين اكبر سومه فريمون غاليه بزاف، وتما كنت لقيتها رخيصه. هنا راح نتقاسم معكم، هنا راه واحد المغازان تركواز بالك هنا في كلارمون رام يعرفوا بزاف، كان جاب هاد البلاستيك تاع الطوابل وشباب بزاف بزاف بزاف، كان اللي فيه المغبغي هكا كيما راكم تشوفوا بيض، وكاين الدوغي، وكاين هاد النوار فيه البلو يعني، وعندك لي كولور بزاف، بصح لي بري تاعه النار في النار. يدير 15 اورو جو بونس الكبير، حتى ل 16 اورو للمتر فوالا، وكل واحد وعلى حد قداه صديق واش قد يدي من المتر فوالا. قبل ما تجي لهنا تمطري شعر شعر في دارك عاده كاينه، تقدي تشري وتقطعي كيما تبغي. هنا غير بغيت نوريكم باسكو الناس اللي عايشين هنا في كلارمون بالك بزاف اللي ما يعرفوش، انا مانيش ندير لا بيب لهاد المغازا، ما عندي حتى صله معاه. دي فوا نبغيه باسكو نبغي نمشي نشوف، انا نمشي على خاطر المواعين باسكو يجيبوا بزاف المواعين تاع الترك، مي مغلي بزاف راني نحرك فيه سون بيتي. بون هذه هي الصراحه، باسكو كاين حنا ما عندناش بزاف لي ماغازان تاع الترك في هنايا، وصراحه دي فوا يطلعوا لنا بزاف لي بري، وش نقول لكم لا حول ولا قوه الا بالله. كاين هادو تاني اللي جابوهم تاع لي كيك ولا تاع لي صو تاع تبغي ديري باغرير، ولا تبغي ديري لي بانكيكس، ولا تبغي ديري تاني هكا غاتو، ولا هما شابين بزاف، لا كاليتي شابه بزاف، وفي الزواق شابين بزاف، صح لو بري يدير 12 اورو كلك. وكانوا تاني جايبين هاد لي مول اللي راه باغي هاد لو جور دو مول، مي راهم تاني غاليين، راني نحرك فيه نورمال. الحق لا كاليتي سي لا بون كاليتي ما شاء الله، 25 اورو للمول، وكاين هذا تاني تاع يوصل حتى ل 15 اورو هذا الطويل. بصح لي كنت انا باغياته رفدوهم كاع، وانا حسب بلي غادي نقصوا منهم شويه، ساعه ما نقصوش قعدوا غير في لي بري هما، ووليت ما لقيت حتى حبه. مي معليش كل واحد وربي واش كاتب له. كما قلت لكم الناس اللي عايشه في كلارمون يقول له ماغازان تركواز راه حدا اكوتي في سي بازا حدا ليدل، وين كان بكري باسكو وين كان بكري ليدل ردوه نوز اللي كان باش نوريكم هذيك وين البلاصه. ومن بعد كملتها ليدل، تقول لي كاع نهار تدوري، انا هكا كي نخرج من داري ونبغي ندير ماغازان داك لوطوتي في يدي خاصني كاع ندور عليهم، وهاد لي ماغازان كاع مع بعض وحده بعض، الوغ ندور عليهم كاع دوره 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 خفيفه ونشوف شخصني لقيت حاجه جديده. والحمد لله زعما راني نخرج بلا ما نشري هاد الهامات. الله غالب، الواحد يكون عنده كل شيء ما يقدش يزيد يحتم على روحه ولا حد اخرين. بون كملت لي كورس تاعي وطلعت للدار 5 5، وباسكو عيطت لي زوجتي وقالت لي جاي عندك للدار، وروحت نجري شنو نقول لكم. اما لو وجدت هاد صبيعه العروس راكم عارفين ساهلين ماهلين، وفي خدمتهم سهله سهله ما يدوش الوقت بزاف. اما البقلاوه كنت ديجا الصباح وجدتها باسكو جات في قلبي، وكم بارازار جات في وقتها. الوغ وزدت ثاني وجدت هاد لي بانكيكس، اللي بغات الوصفه راني نحط لكم الوصفه، وصفه العروسه ووصفه البانكيكس، ووصفة الثاني تاع البقلاوه كما راكم تشوفوا راهي سهله ماهله، هي نخدموها بلا باتافيلو كلش واجد، بصح الخدمه تاعها سهله، وسيرتو الا جا عندك ضيف ولا تخدميها في غير وقت. والله العظيم ما تديلكش وقت بزاف، وراها تحمر العين، وراكم شفتوا كيفاش تقديم الطاوله تاعي كان على هذا الشكل باسكو كنا غير حنا في حنا.
وحاجة بغيت زعما نديلها نعطيها قيمة في طابلتي. وكان هذا هو الكوتي تاعنا تاع العشية على هذا الشكل. ان شاء الله يا ربي يكون يعجبكم. كما قلت لكم كي يجي عندكم واحد على غفلة ولا ما تكتروش على رواحكم الغبينة والخدمة بزاف، خدموا الحاجة السهلة اللي موالفينها واللي ما تديلكمش وقت باش هكاك تفرحوا رواحكم، تفرحوا وليداتكم وتفرحوا تاني الضيف اللي يجي عندكم. ما تشقوش رسانكم. ودار وك ريحان تقاسم معاكم العشاء تاعنا اللي كنت انايا هذه الوصفه غير دخلت للدار الحق وجدتها وخليتها تطيب في الفوق. هذيك هي انا جمعت في بلاصتي باش هكاك نستغل راسي مع الضيف تاعي. اما لا توجور انايا كيما هكاك نوجد حشايا الافونس ومن بعد عاده كي نتقهوى في خاطري. اما بالنسبه للحشا كيما قلت لكم ريحان ندير هذه لي بوم دو تير، هي بطاطا حب ورايح نشرملها وندخلها للفوق ومن بعد نكمل طيابها. درت لها لي زيبيس غادي نكتب لهم لكم كاع في صندوق الوصف، مابقاش نقعد نكثر في الهضاري دروك، نكتب لكم كل شيء في صندوق الوصف ان شاء الله وهكاك تلقوا المقادير بالضبط. درت هاد الشرموله هاد المارينات كما راكم تشوفوا، هذا ما كان تبغوا تزيدوا ثاني سمحوا لي المعدنوس زيدوا، انا هاد الوقت ما كانش عندي المعدنوس. نديروا المعدنوس مسيه ما فتوه مليح 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 باه ما يخسركمش الشكل تاع البطاطا تاعكم. نقيت البطاطا تاعي اغسلتها وعاود كشيت الخدمي وكما راكم تشوفوا راني نشلح فيها حتى نوصل للتحت، ما تقطعوهاش، هي شعر راني نشلح فيها كما تشلحوا الزيتون كما هكاك، ما توصلوش حتى للتحت باش تغسل لكم الحبه تاع البطاطا. شلحتها على نقولوا ربعه ومن بعد قلبتها وعاود ثاني زدت على ربعه كيما هاك تجيكم شغل شبكه في الوسط. فوالا كيما راكم تشوفوا هذه هي الطريقه. ومن بعد الشرموله تاعي راني دايره فيها الملح بزياده، فوالا اللي تكثر الملح باسكو البطاطا تبغي الملح، فوالا تشرب الملح مليح باه ما تجيكم صامطه من الداخل. عليها شلحناها باش الداخل تدخل هذيك لا مارينات وتزيد ثاني تتعطر بيان وتزيد ثاني تطيب بخاطرها. دروك هنايا كملت شللت هذيك الغرفيه تاعي قد واحد الكاس تاع لاتاي درتها باش البطاطا تاعي ما تنشفش باسكو ما تطلقش الماء وما تنحرقليش من تحت، وطيب في هذيك لافابور تاع الماء اللي حطيته. دخلتها بلعت عليها درت الورقه الكويسون وزدت ثاني الالومنيوم ودخلتها للفوق 220 دوغري، خلوها تطيب على خاطرها 220 دوغري. دروك انا هاد لي بلا غادي نديرهم في زوج في الفوق غادي يطيب كلش في خطر. انا علاه قلت لكم نهار اللي يجيني كاش ضيف ولا ما نروحش ندير عشاء اللي نقابله غاديه موليا ولا نروح ندير الكوتي نتغلب كيما هكا. الوغ توجور نخدم هاد الخدمه. درت هاد العشاء تاعي درته في الكوشه باش يطيب في خاطره ونخليه على نار قليله وهكا كنا نجمع في خاطري. والكوتي خدمته من بعد هذا باش هكاك ما يديليش الوقت ما يكشليش اللي يدير. كشيت لي كويس دو بولي تاعي، هادو سي با لي كويس لي بيلون، ساويتهم تاني كيما راكم تشوفوا بالخدمي باش ما يجونيش صامطين من الداخل. انا توجور ندير كيما هاك باسكو ما غاديش نبيتهم ولا نخليهم غادي تم تم ساكن نرميهم للفوق ما عنديش الوقت. اما لا وجدت تاني لا مارينات، هاد لا مارينات اللي وجدتها رايحه تاني كيف كيف كيما درتها للبولي كيما درتها تاني للبطاطا رايحه نديرها تاني البولي تاعي. هذه هي الطريقه. نعاود نكتب لكم المقادير كيما قلت لكم، اللي راه باغي التفاصيل تروح الصندوق الوصف تضغط على هذيك الفليتشه التحتانيه رايحه تهود لها كاع المقادير باش هكاك ما تقعدش تتغلب وتحوس نهار اللي تبغي تدخل الكوزينه شو ما تشوفينيش انا، شوفي غير المقادير هذا مكان. بون جبت حبه بصله، نتوما وليكم الامر. انايا انا ولادي كنت لهم البصله هكاك انا بغيتها شرائح ما نكذبش عليكم، بصح لو كان نديرها لهم شرائح راهم ما ياكلوها لي واش تبقى طايحه غير ليا انا وخاصني ناكلها ونكملها ولا ما قديت لهاش راني نقيسها حاجهكم في لابوبيل. اما لا بغيت نديرها لهم كيما هكا رابيتها باش هكاك تبقى ليك شغل ان صوص باش ياكلوها وما تنقاسليش. نتوما وليكم الخيار، تبغوا غونديل تبغوا شرائح فرشوها وحطوها كيما هاك. نفس التتبيله اللي كانت عندي تاع البولي اللي كانت باقيه لي من تحت حطيتها فوق هذيك لاصوص فوق هذيك البصله وزدت لها حق الثوم نسيت. ومن بعد فوالا حطيت البولي تاعي سبتفته كيما راكم تشوفون، نعطيه شكل توجور ما تحقروش الماكله تاعكم كي طيبوها.
عارفوا شوفوا هذه تبقى غير ميزة وطبيعة فيكم. إلا كملت إلا بديتوا كملتوا كيما هاك راكم تقعد فيكم طبيعة، جا خلط وعطيه العوار. بصح لو كان تبدو وتتعلموا واحد الطبايع ملاح ما تستغنوش عليهم، تبقوا مام ما عندكمش الوقت ما يخليكمش خاطركم باش تخدموا خدمة تاع فوق القلب. الوغ تعلموا هاد الطبايع الزينين راهم ملاح بزاف، بلحت عليهم البصله راح تطلق الماء لوغ ما كان له. الا خفتوا منها زيدوها واحد غير شويه ما با نص كاس تاع لاتاي تاع ماء هكاك باه ما تنشف لكمش، وخلوا كل شيء في الفوق. انا دروك قدرت كل شيء في الفوق وخليته يطيب على مهله. انا هنا من بعد كما راكم تشوفوا هاد لاباط رايحه نعجنها ونخليها تخمر في خاطرها، ما غاديش نديرها خبزه ولا لا، راح باغي نديرها باسكو كانت في قلبي هاد البلا وبغيت نتقاسمها معاكم. وجا وقته درت عجينه تاعي تاع خبز سهله، عجينه خبز فارينه شويه شويه خميره تاع العجين شويه ملح شويه سكر ولمها بالماء الدافي. رايحه نلمها كيما راكم تشوفوا نقراطي كاع هذاك اللي راه تما، كي تشوفها تلمت لي ما ديروهاش جاريه بزاف، علاش لا درتوها جاريه بزاف راها تغلبكم. ومن بعد رايحه نزيد لها غير شويه زيت قد لي لمها وتبقى لي، باسكو انا هنا ما نعجنش العجين تاعي صراحه، غير لميتها سقتها ورايحه نغطيها ونخليها. انا نديرها في الميكرووند باسكو الفوق راه شارجي، داري نديرها في الفوق وتطلع لي بالخبز صح مي راه شارجي، رايحه ندخلها الميكرووند ونخليها في خاطرها تطلع لي. باسكو رانا في راكم تشوفوا انا راني مصيفه انايا، عندي الحموان في الدار شنو نقول لكم، وزيت تاني تاع الكوشه ايوا ما شقاش نهضر معكم. انا صاي هنا كملت قربت الحشا تاعي بعد ما طاب لي، هيا شوفوا البطاطا كيفاش طابت، تجي طريه 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 كيما ديروها حبه كيما طيب لكم الطريه. من بعد رايحه ندخل لها هذا الفرماج غابي في وسطها، راح كلشي يدوب ويدخل في وسط البطاطا اللي كانت، باسكو هنا البطاطا تاعي ما قديتش نوريها لكم سمحوني، تفقعت كشغل تفقعت هذوك الخطوط اللي درتهم في الوسط. فوالا ديروا نتوما الفرماج اللي بغيتو، هنا هذا واش كان عندي متوفر، نتوما الا عندكم فرماج فوندي ولا عندكم شيدر ولا اللي عندكم حطوهم الفوق. ما عاودتش رجعتها للفوق غير بهذيك السخانه باسكو انا البلاوه تاعي توعطين يكشوا الحمان، الا شتو برد لكم عاودوا رجعوه للفوق وغطوه باش ما ينحرق لكمش هذيك الاخر. راكم شفتوا الدجاج تاعي راه طاب صايي كمل، قلعت هذاك البابي كويسون ودروك رايحه نوجد هذا الخبز اللي غادي نغطي به البلا تاعي تاع اللي يقولوا له، وراح صدقوني يجي واحد البنه واحد البنه شان نقول لكم، صدقوني سيوها وتشوفوا. بصح هادو البلا يبغي الطاجين صديق يبغي تاع الطاج تاع الطين، البلا هو تاع الطين فوالا، ما قدش ننصحكم به انا ما سيدهاش فوق لي بلا تاع زاج ولا، ما قدش ننصحكم به فوالا. اللي عندها وتسيت وما خرجت لهاش ما تلومنيش الله غالب، انا مازال ما سيدهاش بصح الا قديت وبغيت نعاود نسيها راني نسيها لكم. هاد البلاوات الا كان سقسيتوني هاد لي بلاطو بليتو مين شريتهم، شريتهم من اوشون واحد الوقت كانوا حاطينهم غاليين ومن بعد حطوهم بروموسيون ما كدبش عليك، درت شريت منهم زوج كيما هكا اوفال وواحده جايه دايره، وصراحه طيابهم ما شاء الله باسكو يدخلوا في الفوق وتقدو تاني تستعملوهم الداخل في هنايا فوق النار تاعك وطيبي عليها عادي ما ترى لها حتى حاجه، وصراحة يجي طيابهم زعما ما شاء الله، هي حاجة المليحة تاني زعما الطياب تاعك يبقى حامي زعما ما يبردلكش البلا تاعك وتعاودي تحبيه من جديد، هذا هو الشيء اللي يعجبني في هذا البلا توع الطين. ودا الوقت بغيت نتقاسم معكم هذه الطابله اللي بغيت نوجدها على هذا الشكل، راكم عارفيني نموت على الحطه والهمه. الطابله صراحه زعما كوما تكونش انيقه كيما هاك، وهاد البلاوات اللي درتيهم وشقيتي عليهم زعما غير ما كان له. فوالا كملي خيرك ونوضي وسقدي طابلتك وزينيها بالشي اللي عندك، ماشي مشروط ديري الشي اللي ما عندكش او كونترير، ولا قدرتي ولقيتي شي صوالح رخاص ايتو اشريهم ودسيهم والنهار اللي تسحقيهم خرجيهم واستعمليهم. هكاك ما تقوليش باللي ما عنديش وعلاه شوف كثرت الشكا والله العظيم ما تخليك ديري والو. فوالا تحيه ما هي صعيبه في هذه الدنيا، تحيه ما هي صعيبه فوالا، خلوا راحه لبالكم وخاطركم
وخلوا قلبكم في الخدمة يعني في داركم، وشوفوا كيفاش راح تكون النتيجة. والله العظيم تستمتعوا بحياتكم في دياركم مع وليداتكم على عائلة تاعكم، غير لو في تجمع على طابلة كما هاك الله ما بارك. شنقولكم الحمد لله على كل شيء، وربي يرزق كل واحد ويعطي كل واحد ويهني كل واحد ويخلينا ديما فرحانين مع العائلة تاعنا ويفرحنا وملمومين قاعدة كما هاك ما شاء الله. اللهم بارك وزيدنا بركة عليها. كان هذا هو البلات تاعي كما راكم تشوفوا، قدمت على هذا الشكل الأزرق الملكي، نموت على هذا لاكولور الأزرق الملكي. لا أنا بتحوسوا عليها، أنا شريتها من الأكسيون، لقيتها العام اللي فات. أنا عاقلة مانيش عاقلة، مانيش عارفة لا كاينة دروك هاد لي تاني كيف كيف لي زاسيات من الأكسيون والطباسة من الأكسيون. فوالا برسك كاع ابار لي زوتر ماشي مال اكسيون كاينين وكاينين، ماشي كاع كلشي. بون حبيباتي كما راكم تشوفوا كان هذا هو البلا تاعنا الرئيسي، والبطاطا غراتا. ابري كاين ثاني سلطه ما حطيتهاش، نزيد باش نحطها. راكم عارفين هاد البلاوات كيما هكا توجور سلطه خفيفه ولا اروع، ولا ما تكثروش على رواحكم وخلاص. هذا ما كان، هذا هو الكراتا تاع البطاطا تاعي. تحطي حبه ديريكت كما راكم تشوفوا. انا هنا ولادي كلاو صباحهم شنقول لكم الدابز ولا الحبه التاليه اللي كانت باقيه. بون يجي بنين 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 بزاف مادامكم تزيدوا فيه الفرماج، هداك وين يزيد بني يجي بنين. نتوما والفرماج اللي ديروه ثاني، باسكو البطاطا ما فيها بنه، بصح كي تزيدوا لها شي صوالح ولا راه تجي بنينه. وهذا هو الكراتان تاعي سوربريز. هي نورمالمون انا ليا ماشي سوربريز، بصح ليهم هما اللي ما يشوفكش هو اللي عليه سوربريز. فوالا باسكو انا راني عارفه اش راه فيه وراني عارفه واش كاين. بصح يجي هما ويجي تاني بنه ولا اروع، وكلش هذيك لي سافير وهذيك لاصوص راه تبقى تما. وهذا الخبز اللي يجي من الفوق راكي تاكليه وتاكلي صباعك معاه، يجي بنين 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 بنين. والدجاج تاعك كما قلت لكم انا حطيت غير دي طوماط سوريس في الوسط، وعاود حطيت هذيك لاباط من الفوق. فوالا الا شفتوا البلات تاعكم نشف شويه ما عليهش، زيدوا له غير شويه تاع ما وعاودوا رجعوه كي طيبوا لاباط تاعكم، وتعاود هذيك العقده لتحت عينيا رايحه تولي بنينه 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 بزاف. شنقول لكم هذا هو البلات تاعنا حبيباتي، ان شاء الله يا ربي يكون عجبكم، وان شاء الله يا ربي الروتين تاعنا تاع نهار اليوم تاني يكون خفيف ظريف عليكم. حبيباتي نموت عليكم، ما تنساونيش بتعليقاتكم باللايكات، ما تنساوش توجو شاهدوا الفيديوهات وبارتاجوا الماكسيموم الماكسيموم القناة والرابط القناة تاعي باش هكاك تزيد تكبر القناة بالفضل تاعكم. انا مجهوداتي وحدها ما راهي تدير والو، بالفضل تاعكم بفضل الدعم تاعكم بفضل كلامكم الحلو بفضل المجهودات اللي راكم تخلوها لي في التعليقات. انا نقولها مجهودات جباره باسكو قليل واحد ونستاهل هذاك الشيء من التعليقات. اما انا نقول لكم ميرسي بوكو حبيباتي، وكثر من خيركم وكثر من امثالكم ان شاء الله، ويخليكم ديما تشفوا قراصي حبيبه قلبي. خليكم في امان الله ودمتم في رعايه الله وحفظه.